عمرك. كانت مرة في جائزة على مستوى الطائف ومستوى مكة المكرمة عامة وخذيت فيها الثاني وهذا إنجاز. طلعنا كم كان عمرك وقتها؟ كنت في أولى ثانوي، لأني ثاني ثانوي اتجهت للإعلام على بداية الشيلات، وشاركنا في أحد المسابقات الثقافية ولله الحمد، وصلت لمرحلة ما قبل النهاية وعقبها على الدزة لين ما أنا عليه ذا الحين. الله يوفقك إن شاء الله. هذه البداية. الله. نبي الحريقة، نبي الحريقة. وش هي؟ حريقة اللي يقول يا اخي والله بصوت. والله اني ناسي، والله اني شايله. طيب والله اني ناسي. محمد اي يقول غموضك الواجد، تغروده على ما قال اخوي حاتم الشيري، غموضك الواجد معي يدبل الكبد وطعم المحبه بيننا صار حامض. ترى الغموض احيانا له سر في البعد، لذا معي بالذات لا تصير. لبيك يوم قلت الغريف. ايه اساس تعرفون ان كلنا في بيئه واحد ومجتمع واحد. نحن عندنا منطقه بعد في الامارات اسمها الغريف، نفس اسم المنطقه اللي فيها احنا بعد واحد. ما شاء الله. الشيخ محمد بن راشد الله يحفظه المكتوب له ابيات يقول فيها عسى دياره يود همال تروي فيويه والمطايح. سحل الغريف وروس اليبال والساد ورمال مناويح، عم الوطن من سح ورمال شهور وايام مراويح. هذا على طاري منطقتهم اللي هي الغريف. أنت نفس الاسم. الحين جبت انت بيتين في الغريف، انا بعد بجيب بيتين في يا الغريف. يا سلام منطقة من حقك. كلمني واحد من الشباب يوم كلمني قال حنا علينا امطار، وحنا طبعا الدير هناك يجيها الامطار في الصيف. استاهلون. حنا في الرياض شاوينا الحر شوي. كلمني قال يا اخوي حنا ممطورين والديرة عندنا ممطورة، وكنت وقتها مشغول في الرياض ما اقدر اني اسافر للديرة. قلت ان شاء الله انا بيجي اليوم اللي بفضى فيه وبجيكم بالدير هناك. قال لا حتى لو ما تجينا ارسلنا بيتين. يا سلام. قلت عسى نصوب الليل بارقها. عسى نصوب الليل بارقها رفيف غطت على شمس العصير بثوبها. عسى نصوب الليل بارقها رفيف غطت على شمس العصير بثوبها. لاستاقها النس ناس لا ود الغريف تنفض على ود الغريف جيوبها. خلونا في الغريف كذا. الغريف نعم. اهل الغريف ونعم المداريه قبل سنه اكرمونا خير كرامه وفي كل ديرة حق قام رجالة، بس والله اني احب المدارية محبة خاصة. انا وياكم من الروح نبي بداية ابو فيران، دائما بدايات اهل الجنوب تجيك لطيفة جدا. خلي اللي عنده مشاركة يقولها، بس عشان البدايات ممكن تاخذ الوقت اكثر. عطنا مشاركة. لا نبي البداية. والله البداية هذا بس بتاخذ الوقت. احنا اللي احبه ولا عمري يجيك. يعني انتم تسكنوا احنا اسلم يا ابن فهران. ما دريت ايش تبغون دري. ابي بدايتك كيف بديت يا ابن فهران على الانشاط الاعلام. الوالد يا طويل العمر والسلامه عندي شاعر معروف وصاحب صوت. نعم معروف. نعم قصيده مطاربها. نعم صاحب مطاربها حجز وكد رحيله. نعم شاعر وعمرك يا حبيبي الله يرزقك بره. يلا يا رب. ف هو اللي ساعدني يمكن وانا عمري وانا في ثاني ابتدائي، كنت 9 سنوات او 8 سنوات. قبل كم؟ 37 سنه صح؟ لا يا اخي واحد الله يمكن باقي قبل 8 سنوات. نعم 8 سنوات. الله وجهك. 8 سنوات. فالرجال كان فيه مشاركه في الجنادريه ورحت معه انا ذاك اليوم. رحت معه والرجال يشل بالصوت معي، قال يا ولدي شل بالصوت. ما قد سويتها قبل كذا. والله بشل أول مرة. والله ما قد نسيتها. والله قد نسيتها. والله قد نسيتها. هي طبعا لعب شهري. إيه لعب شهري. فهو مسؤول عن يعني ما هو مسؤول يعني فاهم في التراث والألوان وخبرة. نعم شليت معه
انبسط. قال بسم الله عليك. والله ما انت بسيط. والله انك ولدي. اي أيوة والله. فاقعد امسكه من بيشه الى الرياض وانا لا 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 لا. قال اسكت ترى قال عشره. خلاص اقول لك خلاص. من ذاك الوقت شاركت مره من المرات في زواج واحد من اقاربنا امام الملا عندنا طبعا اللعب الشهري صفين يتواجهون وتسل. شاركت فيها الا والله اني يا ربي لك الحمد الا في قبول. قلت يا ربي لك الحمد. انفك شيلات طبعا مقبول الا والله الله يسعدك الله يطول عمرك. ناس مع لعب شهري لعب شهري ان الحان واجد تعلمني والله على خشمي والله ابشر. اليوم اللعب شهري عطنا فهد فيها اللعبه في فهد تبغى فهد ما في فهد في ابو فهد لا لا عيش عيش دخل فهد هذا اي صادق لا تسكت علي ابو علي 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 ابو عبد الله ايش هيك لخبطت انت وانت صاحبي طبعا الوالد الله يطول في عمره اللهم تعبان عنده المراره وانفجرت عليه اي والله و يسوون له الان غسيل كذا نعم اسال والله. الله ان الله ينزل عليه العفو والعافيه اي والله تكفون ادعوا له الله يشفيه يا جماعه ولد عمي بعد مثل حاته يغسل كلى والله صار لا لا ما يغسل كلى الوالد عنده المراره فقعد بس ينظفونه محل المراره الله يشفيه الله يشفيه يا الله يا رب بحسبه انا انصدمت والله انتشرت الحين غسيل الكلى والله العظيم بين الشباب الصغير هذا عاده صغير ما وصل والله خليك المهم خدت ابويا معي اللهم امين طبعا تلوه في المستشفى طلع معي وفيه ناس من الشباب يا اخي ما كمل مجتمعين في سمره كذا وهي جالس انه قدامي يا ولد فطري في بالي قصيده قلت يا ولد والله بشلفها لا لا قصيده من عندي انا إن تراني اركب بس يلا يلا هي قلت لا 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 ساكن بها وحدة من عيونها رابها الدنيا والاحباب وما عين اليمين يا لبويا ساكن بها لا 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 والاحباب وحدة من عيونا رابها الدنيا والاحباب وما عين اليمين يا لبويا ساكن بها وزيد والله اني احب امي العاون وسلامتكم من درعان ونعم عند الله نقول يلا الله يجعل الناس اللي تجي لمي تقول والله